السلام عليكم. هنكمل الجزء الباقي في المحاضرة الأولى. عندنا في الجزء ده حاجة اسمها classification of البويزونز، أو التصنيف أو التقسيمة بتاعة السموم. السموم دي ممكن نقسمها classified alphabetically، يعني بالترتيب كده بالحروف A B C وهكذا، أو ممكن أقسمها على حسب النيتشر، طبيعة السم ده كان عبارة عن حاجة صلبة، مادة صلبة، ولا كان عبارة عن غاز، ولا كان عبارة عن ليكويد سائل. الحاجة اللي بعد كده الأوريجين بتاع البويزن. البويزن السم ده هو كان حاجة طبيعية ناتشورال، ولا كانت حاجة صناعية مصنعة؟ ولو هي حاجة طبيعية، جاية من بلانت ولا جاية من أنيمال؟ الحاجة التانية ممكن تكون هيفي ميتال، معادن ثقيلة. الحاجة اللي بعد كده السيلكتيف توكسيستي. التوكسين أو البويزن ده هو هيدمر ايه في الجسم؟ هيروح للكبد مثلا يدمر الكبد يبقى هيباتو توكسيك، ولا هيروح للقلب يدمر القلب او يبوظه فيبقى كارديو توكسيك، ولا هيروح للنيفرونز او انابيب الكليه فيبقى اسمه نيفرو توكسيك او نيورو توكسيك وهكذا. فملخص السلايد ديت عباره عن التقسيمه. ممكن يقول لك في الامتحان all of the following are classification للبويزن except، يبقى انا عندي الفابيتيكالي او نيتشر اوف البويزون، سوليد ولا ليكويد ولا غاز، الاوريجين بتاعه جاي من بلانت ولا انيمال، جاي من هيفي ميتال ولا جاي سينثيتيك مصنع، السيلكتيفيتي شغال على ايه، بيبوظ ايه في الجسم سواء كاردياك، عضلة القلب او انابيب الكلية او الخلايا العصبية وهكذا. يقول لك في الامتحان all of the following are classification of the poison except، وتختار. طيب السلايد اللي بعدها الفاكتورز افكتنج الاكشن اوف البويزون. الاكشن بتاع البويزون ده بيعتمد على عده عوامل. واحد الدوز. هو يعني ايه كلمه دوز؟ الدوز ديت الجرعه اللي الانسان بياخدها، يبقى ديت الاماونت اوف الاكسبوجر تو توكسيك سبستانس، الجرعه من الماده اللي بتتعرض لها وتاخدها، يبقى الاماونت اوف الاكسبوجر كميه التعرض للتوكسيك سبستانس ديت الدوز. الدوز ديت لو كانت عاليه قوي معناها ان السايد افكت او التوكسيك افكت هيكون عالي، وبالتالي انت بتاخد مثلا المفروض تاخد حباية في اليوم، مثلا خدت في اليوم دوت 5 حبايات، فالدوز الجرعة اللي انت خدتها المرة دي كانت عالية، ولما الجرعة كانت عالية التوكسيك افكت السمية هتزيد، فبالتالي ده هيسبب الضرر. يبقى انا عندي الاول عامل اللي هو الدوز. الدوز ده الاماونت اوف الاكسبوجر تو توكسيك سابستنس، كمية التعرض للمادة السامة. خدت كام حباية عملوا لك تسمم وعشان كده ممكن تروح تعمل غسيل معدة وهكذا. يبقى أول حاجة الدوز. as the dose of the poison increase the toxic effect increase، يبقى لما الجرعة بتزيد السمية التوكسيك effect بيزيد. نفس التعريف، التعريف ده احنا اللي خدناه برضو في السلايدز اللي فاتت، اللي هو الكوانتيتي اوف الدراج، هي كمية الدواء اللي بتاخده فور ثيرابيوتيك بيربز. يعني ايه الكلام ده؟ انت قلت لك للغرض العلاجي بتاعك انت بتاخد دواء، الدواء ده بتاخده مثلا 3 مرات في اليوم. الدواء ده لو بدل ما بتاخده 3 مرات في اليوم، يعني 3 حبايات، خدت مثلا 15 حباية، هنا الجرعة زادت فالتوكسيك افكت يزيد، هيزيد عن الليفل اللي انا كنت واخده علشانه اللي هو الثيرابيوتيك بيربز، الهدف العلاجي. يبقى ده بالنسبة للفاكتور الأولاني اللي هو الدوز. عندي حاجة اسمها ميديان ليسل دوز. الميديان ليسل دوز اللي هو ال دي 50، معناها الجرعة من المادة السامة اللي هتقتل 50% من الناس اللي أنا عملتهم تيست بوبيوليشن. يبقى ديت ذا دوز اوف ذا توكسيك سبستانس ذات كيل 50% اوف ذا تيست بوبيوليشن. الحاجة التانية الستيت بتاعت البويزون. طبيعة البويزون ده لو هو غاز، التوكسيك افكت الغاز دوت انت هتستنشقه، فالسمية هتبدأ تظهر بسرعة، عن لو هو فاين باودر او عن هو كوريز باودر. ده بالترتيب كده. معنى كده ان كل ما يكون البويزون غاز، زي اول اكسيد الكربون مثلا اللي بيعمل اختناق، اول اكسيد الكربون ده ممكن يعمل اسفيكسيا وتموت بسرعة. طيب الفاكتور اللي بعد كده اللي هو السكس والسبيسيفيك ديفرنس. السكس اللي هو العوامل بتختلف بوز ان ميل وفي ميل، كل واحد ممكن
في العامل اللي بعد كده اللي هو السكس والسبيشيز ديفرنس، العوامل اللي هو الميل والفيميل هيتأثروا بدرجات مختلفة من السمية. يبقى الانتنسيتي اوف التوكسيستي، الدرجة بتاعت السمية ممكن تختلف بالفروقات في الميل والفيميل او الفروقات ان بوث سكس وسبيشيز. الحاجة اللي بعد كده الستيت اوف الاستومك، كل ما تكون المعدة فاضية كل ما الدرج الدواء يمتص بسرعة احسن. علشان كده بيقول لك خد الدواء ده قبل الاكل بساعة او خد الدواء ده بعد الاكل بساعتين، علشان لما تكون المعدة امتي فاضية ده هيساعد على امتصاص ذا درج. الحاجة اللي بعد كده ان اللو جاستريك بي اتش، الحامضية بتاعت المعدة بتقلل التوكسيستي بتاعت سام بوين زي السيانايد. طيب الانجستد فات، الناس اللي بيجبوا وجبات فاتي اللي هي وجبات دهنية دسمة، ده بيقلل امتصاص الدرج. على عكس لو البويزون بتاعك فات سوليابل وكلت أكلة فاتي، ده هيزود مين؟ الأبزوربشن. يبقى انجستد فات في الطبيعي هيقلل الأبزوربشن امتصاص الدرج بشرط إن هو ما يكونش فات سوليابل. طيب لو الدواء ده فات سوليابل، الانجستد فات الاكل الدهن اللي بتاكله هيسرع او هيزود the absorption of this toxic substance. الحاجة اللي بعد كده age and general health، التوكسيستي هتزيد قوي في الاكستريم اوف age، الناس الصغيرة قوي لازم نحسب لهم جرعة الاطفال. جرعة الاطفال يقول لك خد مش عارف 2 سنتي من معلقة او خد 3 سنتي او خد 4 سنتي، فعلشان الجرعة الاطفال الصغيرة ديت بيتأثروا بالجرعات دي. كذلك الناس الكبيرة، الناس الكبيرة برضو لازم اظبط لهم الجرعات بتاعتهم علشان اي زيادة هتسبب ضرر كبير واي نقص مش هيسبب الايفكت المطلوب اللي انا عاوزه. ده بالنسبة لرقم 6. رقم 7 ده مهم غالبا ان شاء الله يجي لك في الامتحان، الا وهو التوليرانس. يعني ايه كلمة التوليرانس؟ عارف انت لما ماشي على منوم بقالك شهر، اول مرة تاخد المنوم ده نمت، تاني يوم نمت، تالت يوم ها ما بقاش يأثر معاك، فبدل ما بقيت بتاخد حباية بقيت بتاخد حبايتين، مشيت يومين تلاتة كمان على حبايتين ما بقاش بتأثر معاك، فقمت عامل ايه واخد 3 حبايات علشان توصل لدرجة ان انت تنام زي الاول. فالتولرانس ديت التعود، الجسم اتعود على الدواء اللي انت بتاخده، فالمطلوب منك ان انت تزود جرعته علشان توصل لنفس اللي انت كنت بتوصل له. مهم الكلام ده. The person take higher dose of the drug، الراجل او الشخص هياخد جرعة عالية من الدواء علشان يحقق the same level of response achieved initially. انت في اول مرة خدت حباية فعرفت تنام، بعد كده لما اتعودت على الموضوع لازم بقى تزود في الحبوب علشان برضو توصل لنفس الليفل اللي انت تعرف تنام. ديت اسمها التوليرانس. التوليرانس بتحصل لما البيرسون بيستخدم الدراج لفترة طويلة، لما ياخد الدراج لفترة طويلة الدراج دوت الجسم او الريسبتور بدأت تتعود عليه فمش هيعمل الريسبونس المطلوب، فبالتالي هتضطر بدل ما كنت بتاخد حباية واحدة هتاخد 2 هتاخد 3 وهكذا. يبقى this factor decrease the toxicity of given drug، السمية بتاع الدراج هتقل، ده اسمه tolerance. ومديك مثال بيقول لك الهيروين، الناس الشمامين بتوع الهيروين والمورفين بيحصل لهم تولرانس بسرعه. التولرانس بسرعه ده هو اول ما ياخد الهيروين او ياخد المورفين عمل دماغ، بعد كده ما بقاش الجرعه اللي كانت كام جرام اللي بياخدهم دولت ما بيعملوش لحاجه، فبدل بياخد مثلا 1 جرام بقى بياخد 2 جرام علشان يعمل الدماغ اللي كان عاملها قبل كده. طيب الحاجه اللي بعد كده الهايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه كلمه هايبر سنسيتيفيتي؟ الهايبر سنسيتيفيتي معناها ان الانسان ممكن ياخد جرعه صغيره خالص ومع ذلك عنده حساسيه للموضوع ده اهو، فيسبب سيفير واكزاجريجيتد توكسيك ريسبونس. المثال بتاع ده عارفين لما بيجيبوا حقنه السيفوتاكس او السيفوترايكزوم بتروح تعمل اختبار حساسيه، هي ديت الفكره، بتروح تعمل اختبار حساسيه بيحللك الفايل وياخد منه بسرنجه انسولين حوالي 1 ملي ويحطه تحت الجلد علشان يشوف فيه حساسيه ولا لا. في الموضوع ده انت شوف خدت 1 ملي من الجرعه الحقنه اللي انت كنت هتاخدها كلها، خدت سمول دوز، ومع ذلك السمول دوز ده هي لو الشخص عنده حساسيه من الموضوع ده هو هيعمل سيفير افكت، هتلاقي الحته اللي حط فيها الحقنه تحت الجلد ديت
ويبدأ يحصل أكلان في الجسم بتاعه، ممكن يحصل ضيق تنفس وهكذا، اللي هو زي الأنافلاكتيك شوك. طيب الحاجة اللي بعد كده كيوميولاتيف دراج افكت. كيوميوليشن يعني تراكم. عارف انت لما بتاخد دواء، الدواء ده بيبقى ليه فترة نصف العمر، كل فترة بيتكسر للنص، ففي جزء منه هستخدمه وجزء هيفضل. طيب لو انت المفروض بتاخد حباية في اليوم، الحباية اللي في اليوم ديت هيفضل منها شوية. طب لو انت جيت بعد كده بالليل خدت حباية كمان، ففي اصلا انا عندي شوية في اليوم ده هو موجودين، وخدت حباية كمان هتتكسر فيه شوية هيفضلوا، فتراكم جزء مع جزء مع جزء يعمل اللي هو الكيوميوليتيف دراج افكت. اللونج تيرم اكسبوجر، ان انت تتعرض لسمول دوز اوف ساتش دراج، كل ما بتتعرض لجرعة صغيرة بعد كده هيحصل سيفير توكسيستي. طب ازاي؟ اصلا انت دلوقتي بتاخد جرعة صغيرة ومع ذلك حصل توكسيستي، حصل سمية ليه؟ لان في جزء من الجرعة الصغيرة ده بيفضل موجود، فجزء مع جزء مع جزء كون جرعة تعمل لك السيفير توكسيستي. وده اعتمادا على حاجة اسمها التي هاف، ممكن تيجي لك كتعريف ام سي كيو في الامتحان، بيولوجيكال تي هاف، اللي هي فترة عمر النصف. فترة عمر النص ديت ان المادة او الميتابولايت هيفقد نص الشغل بتاعه، هيفقد نص الفارماكولوجيكال والفسيولوجيكال والراديولوجيكال اكتيفيتي بتاعته. طيب the time it take for the blood plasma concentration of substance to half انه يوصل للنص ديت بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكيوميولاتيف دراج افكت. نيجي بعد كده لحاجة اسمها دراج انتر اكشن. دايما بيقول لك مثلا ما فيش دواء معين تاخده مع دواء تاني علشان الاتنين ما يتفعلوش مع بعض، ما تخلطش الحقنه ديت بالحقنه ديت علشان ما يتفعلوش مع بعض، ديت معناها الموديفيكيشن اوف الاكشن بتاع الدراج او بويزن لواحد تاني. بمعنى في دواء معين هيزود الايفكت بتاع دواء معين، وفي دواء معين لو خدته مع دواء تاني الاتنين هيبوظوا بعض. هي ديت عملية السينرجيزم والانتاجونيزم. سينرجيزم يعني الاتنين بيساعدوا بعض، انا خدت دواء ولما اخد معاه واحد كمان الاتنين هيزودوا امتصاص وشغل لبعض والاكشن بتاع بعض. اما في اتنين دواء الاتنين بيعكسوا بعض، خدت الاتنين ولا ده شغال ولا ده شغال، الاتنين هيحصل معاهم انتاجونيزم. يبقى الموديفيكيشن اوف الاكشن اوف الدراج اور البويزن باي انذر دراج، ده هيؤدي الى اما زياده في الريسبونس او الاكشن او اما نقص. الزيادة اسمها سينرجيزم، النقص اسمه انتاجونيزم. ديت بالنسبة للجزئية دي. عندي بعد كده حاجة اسمها الدوز ريسبونس ريليشن شيب، العلاقة بين الدوز والريسبونس. انت بتاخد جرعة معينة بيحصل ريسبونس معين، خدت جرعة قليلة الريسبونس هيبقى ضعيف، خدت جرعة مناسبة الريسبونس هيبقى مناسب، خدت جرعة عالية الريسبونس هيبقى سيفير وممكن يعمل التوكسيك افكت. فالدوز ريسبونس ريليشن شيب هي عباره عن التشينج في الايفكت اون ان اورجانيزم. يعني ايه؟ التغيرات او التاثير اللي بيتغير على الاورجانيزم عن طريق التغيرات في الدوزز. انا عمال بدي مثلا 1 جرام واشوف التغيير اللي حصل في الانسان، خدت 2 جرام واشوف التغيير اللي حصل، خدت 3 جرام واشوف التغيير اللي حصل. فانا دلوقتي بغير في الدوز وبلاحظ الريسبونس، كل ما بغير في الدوز الريسبونس بيختلف هو كمان. يبقى as the dose of toxic substance increase، لو الدوز زادت الريسبونس برضه هيزيد. ده هيعتمد على السيفيريتي بتاعت الريسبونس وعدد البوبيوليشن اللي بيتم عليهم الموضوع ده. طيب لو بصيت هنا للدياجرام، شوف هنا كان الدوز، هنا الدوز قليلة من 0 لـ1 وبالتالي no detectable effect، مفيش observed effect، مفيش تأثير ملحوظ سمي. طيب الحاجة التانية in the mid range of dose، الدوزز اللي هي من 1 أو من 2 لـ3، هنا الدوز ديت كبيرة. ال amount of damage هتعتمد، كمية التوكسيك effect وكمية التكسير والدمار هتعتمد على كمية الدوز العالية دي. يبقى في الات لو اماونت نو ديتكتابل افكت، الجرعه الصغيره ديت ما تعملش توكسيك افكت. في الميد رينج هنا في النص اللي هنا اللينير كيرف ده اهو، الاماونت اوف دامج بتزيد مع زياده الدوز، كل ما زودت الجرعه زودت الدوز. اللارج اماونت اوف كيميكال تعمل سيفير توكسيك افكت
لغاية ما اوصل للماكسيمم دامج، هوصل انا خلاص دمرت كل حاجة وما بقاش في حاجة تانية سايبها سليمة. طيب الحاجة التانية بيقول لك لو انا بستخدم المورتاليتي از الريسبونس، يعني ايه المورتاليتي از الريسبونس؟ يبقى انا عندي بدل دوز ريسبونس دوز مورتاليتي، كل ما زود الجرعة كل ما المورتاليتي تزيد. عندي حاجة اسمها الليسل او الميديان ليسل، الميديان ليسل ده اهو افكت، ده عبارة عن كمية الدوز اللي بتقتل او بتموت 50% من البوبيوليشن. كل ما يكون اللو دي 50 قليل، كل ما يكون الجرعة او الافكت موست امبورتنت. ديت بالنسبة للموضوع ده. الحاجة التانية studying the dose response relationship، العلاقة بين الدوز والريسبونس مهمة، علشان دي بتحدد هل الموضوع سيف، هل الجرعة المعينة ده هي عملت ريسبونس مناسب ولا هازارد، ضر الجرعة العالية دي عملت توكسيك افكت وبوظت الموضوع بتاعي. طيب المولكولار تارجت كونسبت عبارة عن ايه؟ المولكولار تارجت كونسبت ده ازاي او ايه معناه؟ ده بيشمل الفيزيكال والكيميكال انتر اكشن، التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل في الاكتيف فورم بتاع التوكسين، يعني التغيرات اللي هتحصل في التوكسين لما يمسك في مولوكولار تارجت في جزيء معين موجود في الاورجانيزم، التوكسين السمية او السم بيمسك فيه فيؤدي الى الضرر المعين. ده اسمها مولوكولار تارجت كونسبت، اللي هو عبارة عن العلاقة برضو بين مولوكيول وبين توكسين، الاتنين لما يتحدوا مع بعض ايه الايفكت اللي هيحصل. كذلك الموضوع ده بيعمل انتاج الاستراكشر وفانكشنال تشينج، بيغير في الخلية اللي حصل عليها التوكسيك ايفكت ده. يبقى انا عندي الفيزيكال والكيميكال انتر اكشن معناها التغيرات اللي بتحصل لما التوكسين يمسك او انتر اكت يتفاعل مع المولوكولار تارجت جوه اللايفنج اورجانيزم. لما بيتفاعلوا مع بعض بيحصل structural و functional change، تغيرات على مستوى الوظيفة وهم على مستوى التركيب علشان يديني selective toxicity معينة و symptoms أعراض. لو بصيت هنا أنا عندي توكسين وعندي molecular target، الاتنين لما بيتحدوا مع بعض هيعملوا تغيرات في ال structure وال function. alter molecular target غير فيه، غير في الاستراكشر والفانكشن، يبقى استراكشر وفانكشنال تشينج ده يعمل سيلكتيف توكسيستي، سميه معينه وتؤدي الى ظهور للسيمتومز الاعراض. طيب مديك المثال اللي هو عندي بروتين اسمه ارايل هيدروكربون ريسبتور، طيب او الماده اللي اسمها تي سي دي دي. الماده اللي اسمها تي سي دي دي عندك الفورمولا بتاعتها 16 اتش 4 سي ال 4 او 2. التي سي دي دي ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن ناتج من نواتج الحرق بتاع المواد العضوية. يبقى سايد برودكت ان اورجانيك سينسز، يعني ممكن يعتبر ناتج جانبي في تصنيع المواد العضوية او ناتج من نواتج حرق المواد العضوية. طيب الحاجة اللي بعد كده ان التي سي دي دي ده هيمسك في ريسبتور خاص بيه اسمه اروماتيك او ارايل هيدروكربون ريسبتور بروتين. لما يمسك فيه هيحفز طلوع انزيم، الانزيم اسمه سيتوكروم بي 450. نركز في الكلام اللي في السلايد ده، انا عندي مركب اسمه تي سي دي دي، الاختصار بتاعه اللي موجود او الكلام اللي فوق. المركب ده هو ناتج من تصنيع مواد عضوية او من حرق مواد عضوية. المركب ده ليه ريسبتور اسمها ارايل هيدروكربون ريسبتور. لما المولوكيول دوت يمسك في الريسبتور بتاعته هيحفز تكوين هيحفز الجينات علشان تصنع انزيم، الانزيم ده اسمه سيتوكروم بي 450. لما يتكون السيتوكروم بي 450 ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا عندي الماده اللي هي سي سي ال 4 يحصل لها اكتيفيشن بالسيتوكروم بي 450، فالسي سي ال 4 هتتحول لسي سي ال 3. السي سي ال 3 بيبدأ يتحد مع مين؟ يتحد مع ليبيد، يتحد مع دهون، وبالتالي يمنع الليبيد ميتابوليزم، وكذلك يراقب الليبيد يعمل حاجة اسمها استياتوزيس. يبقى ملخص الموضوع ده اهو باختصار خالص، السلايدز ديت حدوتة كده، انا عندي مادة اسمها تي سي دي دي. المادة اللي اسمها تي سي دي دي ديت الفورمولا بتاعتها 16 اتش 4 سي 1 4 او 2.
المادة ديت ناتجة من تصنيع أورجانيك سابستانس أو حرق أورجانيك ماتيريال. المادة ديت ليها مين؟ ليها هيدروكربون ريسبتور، أرايل هيدروكربون ريسبتور. لما يبدأ يتحدوا مع بعض ده بيساعد على الإكسبريشن طلوع 100 أوف جينز. الحاجة التانية هيبدأ يطلع إنزيم اسمه سيتوكروم بي 450. لما يطلع إنزيم سيتوكروم بي 450 هينشط السي سي ال 4 يحوله لسي سي ال 3. طيب الحاجة التانية السي سي ال 3 هيبدأ يمنع اللي هو الليبيد ميتابوليزم ويعمل حاجة اسمها ستياتوزيس. نلاحظ ان هنا عنوان، العنوان ده خاص بالسلايد دي بس، بس السلايد دي طلع منها مين؟ سيتوكروم بي 450. هنا مثال تاني، الليبيد والكربون تترا كلورايد، بس بيقول لك ان الكربون تترا كلورايد ده بيتنشط بالسيتوكروم بي 450 فيتحول للسي سي ال 3. الراديكال ده، الفري راديكال ده يبدأ يعمل ايه؟ هيعمل الايفكت بتاعي. عند اخر حاجة الدي ان ايه والافلاتوكسين، ايه العلاقة بين الاتنين دول؟ الافلاتوكسين ده عبارة عن مايكوتوكسين جاي من الاسبارجيلاس فليفاس او الاسبارجيلاس باراسيتيكاس. طيب يعني عبارة جاي من فنجا، يعني فطريات. ايه اللي بيحصل لما الانسان بيتعرض للافلاتوكسين بكمية كبيرة ولفترة طويلة؟ ده بيزود الليفر كانسر، بيزود احتمالية الريسك فاكتور لسرطانات الكبد. ليه؟ لانه بيعمل ميوتيشن او بيتفاعل مع الدي ان ايه وبيعمل جين ميوتيشن ممكن يسبب اورام في الكبد. يبقى الدي ان ايه والافلاتوكسين، الافلاتوكسين ده بيتصنع ناتشرالي من المايكوتوكسينز او بيتصنع من الفنجاي اللي هي المايكولوجي اللي هو الاسبرجيلاس فليفاس اسبرجيلاس باراسيتيكاس. الحاجه اللي بعد كده الكورونيك اكسبوجر، لما بتتعرض لفتره طويله الافلاتوكسين بيتحد مع الدي ان ايه فيعمل حاجة اسمها جين ميوتيشن وبيزود فرصة الليفر كانسر. اخر حاجة الهيموجلوبين والسي او. الكربون مونوكسيد ده ناتج من برضه من انكمبليت كونسامبشن للاورجانيك ماتر. طيب الحاجة اللي بعد كده نعرف ان الكربون مونوكسيد ده هو بيسبب افكت للانسان عن طريق ان السي او بيتحد مع الهيموجلوبين يكون كربوكسي هيموجلوبين في الدم. طيب الحاجة التانية، لما السي او يمسك في الهيموجلوبين هيبقى فرصته في مسك الاكسجين، فرصته ان هو يمسك في الاكسجين اكتر منين؟ اكتر من فرصته ان هو يمسك في الهيموجلوبين اكتر من فرصة الاكسجين انه يمسك في الهيموجلوبين. اسف. يبقى انا عندي الكربون مونوكسيد لما يبدأ يتحد مع الهيموجلوبين يكون كربوكسي هيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي موجود في الدم لو لقى اكسجين ولقى كربون مونوكسيد ياخد الكربون مونوكسيد، فالافينيتي بتاعته 20 ل 200 ل 250 تايم هاير ذان الاكسجين. طيب ايه اللي هيحصل؟ الكربون مونوكسيد لما يمسك في اللي هو الهيموجلوبين هيمسك في اماكن الهيم، وبالتالي هيمنع الهيموجلوبين من انه يحرر الاكسجين، وبالتالي لو ما فيش اكسجين راح الخلايا يحصل حاجة اسمها هيبوكسيا اللي هو نقص الاكسجين في الدم. تاني السلايد ديت، الكربون مونوكسيد ده بيعمل الايفكت ازاي؟ انه بيتحد مع هيموجلوبين يكون كربوكسي هيموجلوبين. طيب ايه اللي بيحصل؟ إيه هو بيتنافس مع الاكسجين. يعني انا قلت لك الهيموجلوبين موجود في الدم وعندي اكسجين وعندي كربون مونوكسيد، الكربون مونوكسيد بيتنافس مع الاكسجين على الاماكن اللي بيمسك فيها في الهيموجلوبين. طيب ايه اللي يحصل لما الكربون مونوكسيد يمسك في اللي هو واحده من الهيم بتاعت الهيموجلوبين؟ هيخلي الاكسجين اللي موجود على الاذر هيم انه يمسك بقوه وما يفلتش. تاني، انا عندي اربع هيم سايت، اربع اماكن في الهيموجلوبين بيمسك فيهم اكسجين. طيب لو الكربوكسي او الكربون مونوكسيد حصل انه مسك في واحدة من الهيم، التلاتة اكسجين اللي ماسكين في الهيموجلوبين يخلوهم ماسكين بقوة فما يتحرروش، ولما الهيموجلوبين يفضل ماسك في الاكسجين مش هيبدأ يطلع للخلايا، وبالتالي هيحصل حاجة اسمها هايبوكسيا. ده بالنسبة للجزء ده.